الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مساء الخير السادة السيدات، ممثلي وممثلات مختلف وسائل الإعلام الورقية والإلكترونية. واللي بغيت نذكر بأن هاد الندوة الصحفية خدات بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية المتعلقة بآفة كورونا. نحب الله ينجينا ونجيكم منها ويبعد عنا هذا الوباء في أقرب وقت ممكن إن شاء الله. لما لا يكون في البداية إن شاء الله دولية ديالنا، ويكون هذا أحسن خبر بالنسبة لحزب التجمع الوطني الحرار إن شاء الله بحول الله. بالنسبة للحزب الوطني، بحزب التجمع الوطني الحرار، ترحبوا بكم لأنكم جيتوا وقبلتوا تعرفوا على البرنامج ديالنا ديال اللي يتم إعداده من طرف حزب التجمع الوطني الحرار لهذا البرنامج اللي يتم إن شاء الله التنزيل دياله في الولاية إن شاء الله القادمة، ولاية جماعية القادمة، في حالة ما تمكن الحزب ديالنا من الظفر برئاسة المجلس. بالنسبة لهذا البرنامج، هو برنامج واقعي، برنامج عملي، برنامج طموح، لأنه ما جبناش من شي مدينة أخرى ولا بحثنا عليه في الإنترنت ولا تيليشارجي من الإنترنت ولا نقلناه من عند شي حزب آخر، ولكن هذا كان نتيجة ديال العمل ونتيجة ديال اللقاءات اللي عملنا واللي بدات ملي تعن على لوائح تقييد ولا تسجيلات اللوائح الانتخابية. داك اللقاءات التحسيسية اللي كنا قمنا بها باش المواطنين القنيطريين يتسجلوا باش يصوتوا ان شاء الله في الاستحقاقات الجاية، واستمعنا، وكانت مناسبة باش استمعنا فيها للمشاكل والهموم والأولويات ديال القنيطريين في كل منطقة في مدينة القنيطرة، منطقة بمنطقة. نقدروا نذكروا عين سبع، نخاخصة، ولاد مبارك، الحنشة، السكنية بجميع الأحياء ديالها، وسط مدينة، الحدادة، الضحى. دونك حنا استمعنا الناس، وكانت بالفعل كانت هاد المعاناة ديال الناس وهاد المشاكل ديالهم كانت مختلفة على حساب كل منطقة على حدة. لهذا فإن هذا المشروع ولهذا البرنامج اللي خرجنا به هو تلخص وتعكس الأولويات والمتطلبات ديال المواطن القنيطري. دونك حنا ما جبناش شي حاجة من راسنا، حنا ما جبنا حتى شي حاجة من راسنا، حنا خرجنا عملنا استمعنا المواطن ودرنا واحد البرنامج. هذا البرنامج اللي غادي نقدموا لكم دابا ان شاء الله فيه الخطوط العريضة. ومن بعد ان شاء الله اذا كانت هناك شي تساؤلات ولا كانت هناك شي ملاحظات راه حنا غادي نجاوبوا عليها بحول الله. دونك بالنسبة للبرنامج ديالنا ان شاء الله، الشعار ديالنا هو القنيطرة تستاهل الحسن. اولا اعادة توظيف الميناء التجاري لنهر سابو. ثانيا فتح الضفة الشمالية لوادي سابو للتعمير. ثالثا تهيئة منطقة المرجة الفوارات وخلق أنشطة مديرة للداخل بها. رابعا إحداث مناطق خضراء بمختلف الأحياء. خامسا إعادة النظر في طريقة تدبير قطاع النظافة في أفق تجويده والقضاء على النقاط السوداء. سادسا الإسراع بإخراج معمل تتمين وتدوير النفايات المجمد منذ أزيد من 4 سنوات. سابعا إنشاء محطة جديدة لتصفية المياه العادمة. ثامنا إيجاد حل لمحطة معالجة المياه بالرمي لحماية المواطنين من الحشرات الناقلة للأمراض والروائح الكريهة. تاسعا إغلاق المطرح الحالي وتحويله لمنتجع غابوي. عاشرا خلق مراحيض متنقلة تستجيب للمعايير الأساسية وإشراك القطاع الخاص في تدبيرها.
11 تهيئة المنتزهات الغابوية وخلق أنشطة مدرة للدخل. 12 محاربة الكلاب الضالة. 13 محاربة الحشرات. 14 إخراج مشروع إعادة هيكلة عين السبع لحيز الوجود. 15 القضاء على مدن الصفيح. 16 إخراج مشروع إعادة هيكلة النخاخصة لحيز الوجود. 17 تسريع وتيرة مشروع إعادة هيكلة مخالف. 18 استكمال مشروع إعادة هيكلة ولاد مبارك. 19 تعجيل بصرف مستحقات الجماعات السلالية التي فوتت أراضيها للجماعة. 20 تفعيل اتفاقيات مبرمة مع العمران. 21 إعادة النظر في مقاييس توزيع البقع لأولاد مبارك الحنشة لضمان حق جميع قاطري المنطقة بما فيها الفروع المتزوجة والمغفلون، الناس اللي تنساو. 22 إحداث مناطق وتجزئة سكنية جديدة للتخفيف من أزمة السكن. 23 تسوية الوضعية العقارية لإحياء بام لابيطة وديور المخزن. 24 الإسراع بحل إشكالية النقل الحضري قبل نهاية السنة الجارية ومراجعة العقد في اتجاه الزيادة في الأسطول وحماية حقوق العاملين. 25 إسراع بإخراج مشروع المحطة الطرقية الجديدة. 26 إعادة النظر في مخطط التنقلات الحضرية بإحداث الممرات تحت الأرضية لتسهيل انسيابية التنقل والحد من الاكتظاظ. 27 إحداث محطات للتاكسيات وسيارات الأجرة. 28 إحداث مراقب تحت أرضية لفك الاكتظاظ في المناطق الحساسة. 28 إسراع بإخراج مشروع المنطقة الصناعية الجديدة على امتداد 110 هكتار المقرر في المخطط الاستراتيجي. 30 تشغيل مشتل المقاولين للشباب والمغلق منذ عشرات السنين. 31 فتح مباريات للتوظيف بالمناصب الشاغرة بالمجلس لاستقطاب كفاءات وأطر لتعويض المتقاعدين. 32 تحسين ظروف عمل موظفي وأطر الجماعة وتحفيزهم. 33 بناء ملحقة جديدة لتجميع مصالح الجماعة. 34 دعم جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي وأطر الجماعة. 35 إعطاء الأولوية للشباب المعطل لاستغلال المحلات التجارية المغلقة. 36 إعادة تأهيل المراكز التجارية الجماعية وإضافة محلات جديدة بالإحياء الجديدة. 37 إسراع بفتح أسواق القرب المغلقة والمنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإحداث أسواق جديدة خاصة بالمناطق المفتوحة للتعمير لاحتضان البائع الجائرين. 38 وضع برنامج لمنع رخص الأكشاك وفق قرار تنظيمي وخريطة محكمة تغطي كافة أحياء المدينة وإعطاء الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة والشباب المعطل والأرامل. 39 إتمام برنامج ملاعب القرم باستكمال 35 ملعب بدل 7 الملاعب اللي تم إنجازها. 40 رفع الاعتماد المخصص لمنح الجمعيات ووضع كناش تحملات لتحديد معايير توزيع لمحاربة الانتقائية الممنهجة. 41 تشغيل المجازر الإقليمية التي أنجزها المجلس الإقليمي قبل نهاية السنة. 42 العمل على إتمام ما تبقى من مشاريع المخطط الاستراتيجي بما فيها التي لم تنطلق بعد. 43 والأخير السعي لإنجاز المشاريع التي كانت مبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا هو البرنامج ديالنا، ولكن تبقى برنامج فليكسيل. تنظر بأنه انطلاقا من الملاحظات التي تعطيونا، ربما إلا كان شيء أمور اللي إحنا ما أخذناش بعين الاعتبار، ما أخذناش البال، نقدروا تهيا ندرسوها ونعطيها تهيا الحد ديالها باش تكون في هذا البرنامج اللي أديناه خصوصا للولاية إن شاء الله القادمة في حالة الفوز ديالنا برئاسة المجلس الجماعي. الحدود ما تجيش، الحدود تجيب العام، الحدود تجيب المشروع، والحضور تتجي بالأطر اللي يمكن لهم ينزلوا المشروعين. طب أنا تنظن إلا شفنا خريطة انتخابية في القنيطرة، تنظن بأن حزب تجمع الوطني الحرار غادي يكون إن شاء الله من الأولين إن شاء الله.
غادي يكون حظوظ عنده كثيره، وكاين هناك اشارات جد ايجابيه في الشارع القنيطري، وهذا اللي تزيد يحمسنا وعطينا تحفيز اكثر. انا تنظم بان القنيطري هو اللي يجاوب على هذا السؤال، لان ماشي انا اللي نجاوب، لان ماشي الاولويه ديالي انا، الاولويه ديال القنيطري. الاولويه ديال القنيطري هو نقل حضري في المستوى يحترم كرامه المواطن القنيطري.